الباص والحاكم سردي من درامي دقت نشابو جات مجهده كل قبص نطلع شد الوتار نصوب القسطي علاش ما نشكي قال ادابي هادي هكذا راني في حال الغرامي تسر وعدي يا طبيبي فكر حسابي زادت عدة لدوا من غير تقبيل او نسى الشهادي رد يعمل فيك الشجرة في هادي وتلوموني في ذي الحال كيف يا عدولي في الموتى ناس بيبي ما في رياض عالي من سعدين زان عارف الحال غرابي من غير الله صانها وحضاها ضل الجبار باللحظ الهندي يا نجم في ما يتصابي فيما نبدا فاش جاني جرحي وانا المال ورقبتي نهدي ليش نتهرب عن كتابي مالي صدى جرجيت نبريض الجرح وقلت اخرج من جسدي ترصني ميرضر يسعر في هازم العدى لكن امي في الحال جيت مشاد ونودي يا عدولي في الموتى ناس بيدي خد الورضى لكن امي في الحال جيت مشاد ونودي يعدولي في الموتى ناس وجدي وفرغ جهدي قلايدي زادو صعبي قلت عليا ياك شغابي هاد الفقدة في الحمام الفردي شلات غردي وانا وحدي بالمحبة جنحاني رابي قولوا حمدا بعد صعدي تلكي بردي ثنائدي تحمين شديد والهوى شد عليا بابي ما صدت فدا دون غرضي وجيت ومهدي صغير ما زال فكري ترصني ميرضري سعرى في هازم العدى لا تلوموني في ذي العام جيت مشهر ومهدي يا عدولي في الموتى ناس بالي غد الورضى لا تلوموني في ذي العام جيت مشهر ومهدي ليمتى يسعدني ريح الوصول من صبلو بندي ليمتى يهزم جيش طرابي كل النفدة ليمتى يتجرد برق السرور ويزق المرعبي لسه ينزل مطر صحابي بعد البيضة بين ديدي والهندي في بطاي كون جني ورضي يعود نحلي يرعى تغصابي بعد الربدة عن ضربي نتخير في الجحود ونخرج وحدود بالتمام نعدلت سرابي صور القعدة يا الحافظ ويدا سايوك قول هادي من عندي من دعالي بطاك وجابي و
وانا بدا داودي زردي عن جردي بالعدا طارين فدي بن سليمان سميت خطابي عسلي الشهدا فن سباسي من عربي حجاز نقيس الجدي يا رحيم الرحمة عن أبي حسن الولدة يا المولى كون معايا ونيس في غمة العدي يوم ناخذ شبري في طرابي كلي سندة مسجي عشاقي وأهل الهوى يشهدوا بعدي وسلام عليهم في غطابي بالطيب خير يلوموني في الحال يا عدولي في المتناس قلبي حد مرضى لا تلوموني في الحال كي تنشد ودي يا عدولي في المتناس قلبي يلوموني في الحال جيت نشهد ونودي يعدولي في الموت انا سبايبي خد الوربة يلوموني في الحال جيت نشهد ونودي يعدولي في الموت انا سبايبي خد الوربة لاقيت افي توجسا لقيتها فيه طوافيت ساعة استغنى مولاي جو استغنى مولاي جو يا لا 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 يا لا يا لا لا وصرت نادم على خطابي وصرت نادم على خطابي يا لا 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 يا لا يا لا هذا ما هو موضع الخطاب يا لا 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 يا لا لا طلع المؤذن الوقت وقال حيا على الملاحي وقال حيا على الملاحي يا لا 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 يا لا
في طواف الشعر. لقيتها في طواف الشعر اشتغلنا منكم اشتغلنا منكم. أي لا 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 لا